رحمة الله على كل أنصارية ومسلمة تشبهت بالأنصار حين تنزلت آيات الخمار: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. رحم الله كل امرأة. قال لها ربها: يدنين عليهن من جلابيبهن. فأدنت حجابها وسترت وجهها حبا وكرامة وسمعا وطاعة. رحم الله كل امرأة. قال لها ربها: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فضربت خمارها على وجهها وأخفت زينتها حبا وكرامة وسمعا وطاعة. رحم الله كل امرأة. قالت لها الحضارات المعاصرة: اكشفي حجابك واشربي كأسك، فالدنيا قصيرة لتسدر خمارها في وجه الحضارات، فالدنيا أحقر في نفسها من أن تخرج منها مثخرة بالخطيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.